طبعا الهدف هو تتمة مجموعة ديال الجولات حول جميع المقاطعات من أجل الاستماع لجميع المنتخبون والمستشارون داخل المقاطعة. الهدف طبعا هو الخروج برنامج عمل واقعي وإن شاء الله اللي غادي يتحقق في غضون 6 سنوات المقبلة. كان اجتماع جد جد إيجابي لأن كان هناك تدخلات جد قيمة، كانت رؤية واضحة من المجلس من أجل النهوض بمنطقة سيد البرنوسي، منها تأهيل بعض الطرق، فتح العزلة وفك العزلة على بعض المناطق، مساحات خضراء، مركبة ثقافية، مركبة رياضية. كنظن هادشي كله هو مختصاص مجلس مدينة الدار البيضاء. كانت مناسبة أيضا للتشاور في بعض المنجزات، في بعض المشاكل التي يعني كتعيشها الساكنة ديال سيد البرنوسي. كنظن على أن بحال هاد اللقاءات خصنا نكرروهم ونعاودو نكرروهم، لأن فرصة أن كيكون استماع وكيكون تبادل الآراء. فأشيد بالمقاطعتين معا اللي زرتهم اليوم، مقاطعة سيد البرنوسي ومقاطعة سيدي مومن. أفتخر بكل المنتخبون وكنتمنى لهم إن شاء الله مهمة موفقة بحول الله. نحن سرورين بالزيارة ديال السيدة العملة اللي اطلع على برنامج العمل جماعة الدار البيضاء، وهو عمل ديال مقاطعة سيدي البرنوسي، عمل برنامج مقاطعة سيدي البرنوسي كيدخل حتى هو في إطار البرنامج ديال جماعة الدار البيضاء. الحمد لله كما شفتوا مجلس المقاطعة والمكتب والرئاسة وضعوا واحد البرنامج واحد خطة عمل اللي كان واحد تصور شمولي على الوضعية الجغرافية والبنية التحتية والحاجيات ديال المنطقة. كان لقاء متميز، كان أخذ ورد بالأفكار. الحمد لله تمكننا من وصول الصورة الحقيقية ديال الوضعية ديال منطقة السيد البرنوسي. السيدة العمدة راه شافت الأمور وضعت لها الصورة، وكانت تعود باش تدعم هذه المقاطعة لأنها هي البوابة الرئيسية ديال الدار البيضاء. الحمد لله الجو كان جو أخوي رائع. نحن على استعداد تام للاشتغال وراء السيدة الرئيسة لما لها من قوة وما كان والجرأة باش تحريك السيروره ديال العمل ديال مجلس المدينه. كنتمنوا من عند الله يوفقنا في هذه المسؤوليه اللي هي مسؤوليه جسيمه، وهذا التقنيت ديالنا العتيق ديالنا من عند النخب اللي صوتت علينا، وكنتمنوا من عند الله يوفقنا في هذه المهمه. فالحمد لله هذا اللقاء التشاوري اللي كان مع عمده الدار البيضاء الدكتوره نبيله رميلي فكان مثمر. تم من خلاله عرض ديال واحد مجموعه ديال المشاريع اللي اقترحها مجلس ديال مقاطعه سيد البرنوسي، واللي لقى واحد التجاوب مع السيده العمده، وان شاء الله بمعيه المجلس ومعيه المجلس ديال المقاطعه ديال سيد البرنوسي ومقاطعه وجامعه ديال الدار البيضاء، فهذه المشاريع كلها ان شاء الله في على المدى القصير ولا المتوسط الساكنه ديال سيد البرنوسي غادي يشوفوها على ارض الواقع. اللي تتمين هذاك الثقه اللي داروا فينا ساكنه ديال سيد البرنوسي على اساس باش نزيدوا نديروا واحد البصمه ديالنا، باش في الاخر ديال الولايه ديالنا نكونوا درنا بصمه اللي رضات الساكنه ديال سيد البرنوسي، لا من ناحيه البنيه التحتيه، لا من ناحيه الاضاءه، لا من ناحيه الطرق، اذا جميع المسائل اللي غادا تخدم الساكنه ديال سيد البرنوسي.